شكرا لك جمعة. إذن تم الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأصبحت البلاد تحت حكم طالبان، كيف سيكون شكل هذه المرحلة الجديدة؟ والكثير من الأسئلة حول مستقبل البلاد في الخبر بقية. أهلا بكم. مرحلة جديدة تبدأ في أفغانستان اعتبارا من اليوم، في الظاهر طالبان فقط من سيحدد ملامحها، لكن هذه المرحلة ستتحدد أيضا وفق تفاعل عوامل عدة أمنية، ومنها بشكل خاص ما تشكله حاليا ولاية بنشير من تحد لحركة طالبان، وسياسية منها ما يتصل بشكل الحكومة وشموليتها، وهذه مسألة قد لا تنظر طالبان لها والمجتمع الدولي من الوجهة نفسها. ومن هذه العوامل أيضا ما يجمع في سماته الأمنية والسياسي الداخلي والخارجي، ألا وهو حركة تنظيم الدولة الإسلامية داخل أراضي أفغانستان، أو إن كانت ستتخذ من أفغانستان منطلقا لهجماتها. هل هي خسارة بلا مقابل لواشنطن أم أنه بالفعل هناك مكتسبات؟ هل ستعلن طالبان حكومتها قريبا أم ستنتظر الحسم مع بنشير؟ وضعت أوزارها أطول حروب الولايات المتحدة والقرن العشرين، واحتفل الطالبان بانسحاب آخر جندي من الأراضي الأفغانية بعد إحدى أكبر عمليات الإجلاء. مطار كابول كان آخر رموز تلك الحرب وعنوانا لعملية الإجلاء. بدأت بعد هجمات سبتمبر 2001 تلك الحرب، وانتهت بموجب تفاهمات أبرمتها واشنطن مع طالبان في الدوحة العام الماضي. تقول الإدارة الأمريكية إن قواتها حققت الأهداف التي ذهبت من أجلها إلى أفغانستان، قضت على من نفذوا هجمات سبتمبر وقوضت قوة تنظيم القاعدة، يقول الرئيس الأمريكي. ومن ثم فإن تحديات أكبر على الإدارة الأمريكية أن تتفرغ لها بدلا من الانشغال بالحرب. لكن هناك إخفاقات يسجلها مراقبون. بني جيش أفغانستان الجديد بأسلحة حديثة وهزم بسرعة كبيرة أمام حركة طالبان. والحركة التي هزمت في 2001 عادت إلى إدارة البلاد مجددا، غير أنها وفقا لمراقبين ووفقا لخطابها ليست هي نفسها التي كانت قبل عقدين. خطابها يتحدث عن السلم الأهلي والعفو. الفترة المقبلة ستوضح ما إذا كان الأمر تغييرا جوهريا داخل الحركة أم مجرد خطاب للحصول على الشرعية الدولية. الشرعية أيضا إطار مهم للخطاب الجديد. علاقات جيدة مع دول العالم تتحدث عنها الحركة، واحترام لسيادة أفغانستان، والشراكة مع الجميع جزء مهم من ذلك الخطاب. شراكة ستبقى موضع اختبار مع قبائل وأطياف عديدة قد تمتنع أو تحتجب أو تريد أكثر مما ترضاه الحركة، فضلا عن قضية بنشير المكان الأصعب برمزيته التاريخية المنغصة على الحركة وبوعورته الجغرافية. سيناريو تنظيم الدولة ومخاطره أصعب التحديات، ففي حال أراد التنظيم رفع السلاح داخل البلاد ستوضع الحركة على المحك. اختبار آخر تواجهه الحركة هي سيطرت فعلا بالقوة العسكرية، لكن ما أتاح لها السيطرة على المدن قد لا يعني القدرة على الحفاظ على الأمن واستتبابه، ففراغ القوات الأمريكية سيبقى كبيرا وفارقا. ينضم إلينا من واشنطن ديفيد روش، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأمريكية، ومن الدوحة عبر خدمة سكايب إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة، ومن كابول حمزة حكيمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سلام في كابول. أهلا بكم. أبدأ معك سيد روش. تكرر واشنطن ومعها المجتمع الغربي عن أهمية الحفاظ على المكتسبات في أفغانستان وللمجتمع الأفغاني. عن أي مكتسبات
مجالات يعني تتحدث واشنطن إن كانت البلاد تترك الآن لاحتمال اقتتال داخلي لعدم استقرار سياسي وأيضا اجتماعي؟ إنه سؤال جيد. لا أعتقد أن هناك كثيرا مخاوف بشأن حدوث حرب أهلية في أفغانستان بقدر خشيتهم من الحكومة المقبلة وما قد تقدم عليه طالبان. الخشية الأولى ستكون حول دور النساء، إن رأينا أن النساء يتم إعدامهن أو أنهن خارج السوق العمل فهذا هو المؤشر الأول. المؤشر الثاني الخطير قد يكون طبيعة التعامل مع الأقليات الإثنية. سمعنا ببعض حالات إعدام لأشخاص من أقلية الهزارة، وأيضا نحن نقلق على كيفية تطبيق القانون وتفسير القوانين الموجودة وخاصة قوانين الشريعة الإسلامية. إذا ما يخشاه الجميع هو أبسط حقوق الإنسان. طيب سيد حكيمي، هل تعتقد بالفعل أن المخاوف من اقتتال داخلي يعني غير مبررة أو غير موجودة، وأن فقط ما أشار إليه السيد روش ما يتعلق ب يعني المكتسبات المجتمعية وحقوق الإنسان والحقوق السياسية للفرد الأفغاني هي التي ستكون معيار قياس يعني نجاح المهمة الأمريكية في أفغانستان؟ مساء الخير وتحياتي لك ولضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. للأسف أنا ما استطعت أن أتابع صوت الضيف لضعف الصوت عندي من الاستوديو، لكن ما يتعلق بسؤالكم إذا كنت قد فهمته صحيحا بالنسبة لإمكانية الاقتتال الداخلي في أفغانستان، فعلينا نوضح أولا أن طالبان لم يرثوا أفغانستانا سليما من الأمريكان بعد حضور الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي في أفغانستان. التهديدات الإرهابية أو النشاط الإرهابي الذي على رأس قائمته تنظيم الدولة في أفغانستان تم توريثها وورثناها من الحضور الأمريكي في أفغانستان. تنظيم الدولة تم تأسيسه سنة 2015 وكبر وتنمى وقوي في ظل الحضور العسكري والاستخباراتي الهائل الأمريكي. المشاكل في أفغانستان والمشاكل الداخلية في أفغانستان في قضية الاختلاف الأقوام واختلاف الأقليات العرقية هي كلها نتاج الحضور الأمريكي في أفغانستان منذ سنوات، رغم وجوده قبل ذلك لكن تنمى وكبر في ظل الوجود الأمريكي في أفغانستان. الاقتصاد المنهار في أفغانستان، مستوى التعليم المتدني في أفغانستان، ضعف البنية التحتية في أفغانستان، كل هذه الأمور يعني ورثناها وورثت حركة طالبان من الحضور الأمريكي في أفغانستان. إذا كانت هناك أي إمكانية لأي مشاكل داخلية داخل أفغانستان فهذه يعني مواصلة لما كانت تجربه أفغانستان في حضور الأمريكان في أفغانستان. أما بالنسبة للاقتتال الداخلي فأنا أرى أن كيفية تعامل حركة طالبان وقياداتهم مع الملفات الداخلية مثل ملف بنشير وغيرها من الملفات كتشكيلة الحكومة وغير ذلك تبشر بالخير حسب الخبراء والمحللين. فمثلا قضية بنشير أريد مثلا أن أشير إليه أن هذه القضية تعتبر الأهم هذه الأيام، ربما يعني قضية الأكثر حساسية في أفغانستان. فطالبان يعني يتعاملون مع هذه القضية بنضج كبير، نضج سياسي وعسكري كبير. كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى الحسم العسكري بداية إلى بنشير حتى قبل السيطرة على كابول، لأنهم كانوا قد سيطروا على كل الولايات المحيطة ببنشير قبل أسبوع من سقوط العاصمة كابول بأيدي مقاتلي طالبان، لكن لم يدخلوا في الحسم العسكري معهم. وإلى الآن مفاوضات جارية وهناك يعني جلسات للمفاوضة وللتشاور وجلسات للوساطة من مجموعة من علماء وأعيان بنشير بين نجل أحمد شاه مسعود وبين
قادة طالبان على قدم وساق تجري. لذلك أنا أرى أنه طالبان كقوة مسيطرة على أفغانستان وقوة لها جذورها داخل الشعب الأفغاني. هذه القوة سواء اتفقنا معها أم اختلفنا معها إيديولوجيا وفكريا، لكن هي القوة المسيطرة. وأرى أن في ظل سيطرة طالبان المحكمة على أفغانستان لا أرى إمكانية كبيرة للحرب الأهلي والمشاكل الأمنية داخل أفغانستان. سيد حكيم، سأعود إلى يعني مسألة بنشير وكيف تتفاعل معها حركة طالبان، لكن قبل أن أتحول لدكتور فريحات أريد أن أسمع تعليق سيد روش على ما ذكره سيد حكيم. سيد روش، إن كنت استمعت إلى يعني النقاط التي اعتبرها موروثات من جراء الوجود الأمريكي أو ما تعتبره طالبان الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، عمليا تكون القوات الأمريكية غادرت وتركت مفخخات، وهنا يعني أعود إلى النقطة التي سألت عنها هي المكتسبات. كيف يمكن الحديث عن مكتسبات إن كان ما خلفته القوات الأمريكية هو مفخخات لمستقبل أفغانستان؟ إذن لو كنت أنا موجود في كابل كنت سأقول نفس الشيء الذي ذكره السيد حكيم. لا أعتقد أن المراقبا المستقلا يمكنه أن يقول بأن أفغانستان هي في حالة جيدة. إن عدد الأفغان الذين تلقوا تعليما في أفغانستان هو أدنى بكثير مما كانت عليه الأمور قبل التدخل الأجنبي في أفغانستان. إضافة إلى ذلك فإن بعض المجموعات كالقاعدة الذين كانوا يتمركزون، هؤلاء لم تخلقهم الولايات المتحدة ولم تصنعهم الولايات المتحدة، وهذه هي من الأمور التي ينشغل بها الغرب ويعتبرونها نقاط خطر، ولندع التاريخ يحكم على ذلك. تمام. دكتور فريحات، هل يكفي القول بأن طالبان يعني صمدت وحاربت وأخرجت القوات الأمريكية من أفغانستان واختصار المرحلة بهذه العبارة كما تقول الحركة أو يردد من يؤيدونها أو فقط يناهضون الولايات المتحدة؟ وهل يعني هو فقط تقييم المرحلة يكون بقياس الربح والخسارة لواشنطن وحركة طالبان؟ يعني بالتأكيد هذه المرحلة التي مرت هي مرحلة مهمة جدا، وبدون شك طالبان أحرزت انتصار عسكري بعد صمود استمر حوالي 20 عاما، ولكن برأيي وبفهمي للنزاعات الدولية والحالات الدراسية التي اطلعنا عليها أن هذا لوحده غير كافي. فعلى سبيل المثال تيمور الشرقية هي حصلت على استقلال بعد اضطرابات يعني استمرت لفترة طويلة، ولكن فشلت لدرجة كبيرة في إحداث عملية تنمية فيها بعد الاستقلال عن أندونيسيا. الآن طالبان التحدي الكبير التحديات الكبيرة التي تواجهها طالبان هي ليست العلاقة مع يعني بالمصالحة الوطنية في داخل أفغانستان مع الفصائل الأخرى ومع الشخصيات السياسية الأخرى. باعتقاد التحدي الأكبر هو داخليا على المستوى الداخلي هو العلاقة مع التنظيمات المتشددة، يعني مع تنظيم القاعدة أو الخراسان، ولاية خراسان، داعش وإلى آخره. هذا يعني هذه التنظيمات هي لا تدخل ضمن فئة معينة ضمن الترتيبات التي اتفقت عليها ووقعت عليها الحكومة سابقا، تحديدا في الاتفاق الذي وقعته مع الإدارة الأمريكية مع إدارة ترامب في فبراير 2020 الذي يقضي بعدم السماح لها بالعمل من الأراضي الأفغانية، ولكن لا ينص على قطع العلاقات معها. وهنا فرق كبير بهذا الموضوع. وحتى لو أراد الطالبان، باعتقادي تنظيم ولاية خراسان هو لن يسمح لطالبان بالحكم بدون يعني تدخلات معينة. التحدي المشابه على المستوى الداخلي هو، وهذا يجيب أتمنى أن يجيب على سؤالك، المحك والنجاح الحقيقي الذي يكمل النصر العسكري الذي حققته طالبان هو إحداث عملية تنمية في داخل أفغانستان. بدون شك وكما ذكرت في بداية هذه المقدمة أن طالبان تدير المرحلة بنضوج غير عادي، يعني في الانفتاح على المجتمع الدولي وفي الانفتاح على الاتجاهات السياسية الأخرى. ولكن هل إذا انفتحت طالبان على المجتمع الدولي هل سينفتح المجتمع الدولي عليها؟ أنا أشك لدرجة كبيرة، وتحديدا المقصود هنا الغرب، مقصود الولايات المتحدة وأوروبا. وأصلا بدأت في اليوم الذي أقر فيه الانسحاب
فرض العقوبات أو التحديات من خلال مجلس السلام. وهناك باعتقادي إذا سمحتي لي بس بالنقطة هاي، اللي هو أنا برأيي أن المرحلة أو المواجهة العسكرية انتهت في أفغانستان، والآن الولايات المتحدة وأوروبا بدأت المواجهة الدبلوماسية أو الحرب الدبلوماسية مع طالبان. وباعتقادي هذه الحرب الدبلوماسية لا تقل أهمية، وربما بالمناسبة يعني تكون على طالبان أصعب أن تكسبها من المعركة العسكرية التي كسبتها على مدار 20 عاما. فالتحديات على الانفتاح المجتمع الدولي برأيي هي كبيرة، وهذا سيحدد وله علاقة مباشرة بالقدرة طالبان على إحداث عملية تنمية في داخل أفغانستان، وهو المطلوب. وهذا يبدأ ربما من شكل الحكومة الذي يعني ستعلن عنه حركة طالبان. سيد حكيمي، شكل هذه الحكومة تقول طالبان سيعلن خلال أيام، بعض الأسماء يعني تتوالى في هذا السياق، ولكن يعني كيف يمكن أن يكون التشكيل الحكومي متنوعا أو يشمل الجميع كما تقول الحركة، إن كان لا يوجد تفاهم بين الحركة والمجتمع الغربي أو حتى المجتمع الأفغاني حول معنى شمولية ذلك، وإن كان ربما سيكون سواء في قيادة الحركة أم حتى في صلب الحكومة شخصيات مثل سراج الدين حقاني، وهو يعني الشخصية التي تقول تقارير عديدة بأنه يعني رجل الارتباط بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة؟ بالنسبة لتشكيل الحكومة المقبلة ليست هناك أي معلومات مؤكدة، فقد الطالبان لا يفصحون عن أي معلومات عن كيفية الحكومة، كيفية نظام الحكم في المستقبل، لكن هناك تكهنات يمكن أن نقول موجودة عن نوعية الحكومة. يعني أقوى هذه التكهنات حسب المحللين هي أن الحكومة المستقبلية والنظام المستقبلي سيكون على مستويين. مستوى الأولى ستكون شورى تحت أمر الزعيم أو الأمير، إما أن يكون النظام أميري تحت أمير المؤمنين أو زعيم أو رئيس أو أي مسمى، وهذا الزعيم سيكون من طالبان، وهذا الشورى من بين 12 إلى 15 شخص سيكون فيه تكون فيه شخصيات أغلبها من طالبان، وكذلك سنرى وجوها من الأحزاب السياسية والجهادية وقادة من مسؤولين كبار من الحكومة السابقة مثل كارزاي وعبد الله عبد الله. لكن يعني وهناك تكهنات أيضا أن الجيش والأمن والقضاء ومثل هذه المؤسسات ستتبع هذه الشورى. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية على مستوى الثاني والمستوى المنخفض من هذه الشورى، هذه السلطة التنفيذية ستتولى مسؤوليتها شخصية من طالبان، من قادة طالبان. هناك عدة أسماء تطرح، من بينهم سراج الدين حقاني في الحقيقة، ومن بينهم مولا برادر وغيرهم، لكن كل هذه تكهنات وليست هناك معلومات مؤكدة على هذا الأمر. أن هذه الشخصية ستتولى هذه السلطة التنفيذية التي سترأس مجلس الوزراء، ويعني الحقائب السيادية في الوزارات أيضا ستتولاها مسؤولين من طالبان، لكن ستكون هناك وجوه من التكنوقراطيين من الحكومة السابقة وأيضا من الأقليات العرقية في أفغانستان في السلطة التنفيذية. لكن هل ستحظى هذه الحكومة باعتراف من الغرب أم لا؟ يعني قبل الاعتراف ربما مجرد القبول، وهنا أريد أن أسأل سيد ديفيد دروش عن هذا الموضوع، المعركة الدبلوماسية كما أشار إليها دكتور فريحات، وفكرة القبول من الغرب ومن واشنطن تحديدا، كيف ستدار هذه المعركة الدبلوماسية مع طالبان، وهل لو تشكلت الحكومة ستكون يعني إلى حد ما مقبولة حتى لو ضمت أسماء هناك يعني مواقف أو اعتراضات أو مسجلة على قوائم لدى الولايات المتحدة، أم كيف؟ إنه سؤال جيد. حقيقة لم أسمع بعد أي حديث في واشنطن حول قلقهم من الحكومة الجديدة أو من الشخصيات التي قد تكون في الحكومة. إن القلق الآن هو على مستوى أدنى من ذلك، وهو مستوى القلق على حول حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق النساء وبعض الممارسات الأخرى. لم نصل في واشنطن إلى مرحلة بعد حيث يكون لنا هناك مطالب في الحكومة المستقبلية. أيضا هناك بعض الشخصيات مثل شبكة حقاني المدرج على
لوائح الإرهاب قد لا يكون أيضا مقبولا بالنسبة لنا. وإن ضمته الحكومة وإن كان أحد أوجه الحكومة فإن ذلك قد يعتبر من قبل واشنطن والغرب أن طالبان قد لا تكون مقبولة بالنسبة للغرب بشكل عام. إن سرعة التقدم طالبان ميدانيا لم تفاجئنا فقط، بل هي فاجأت حركة طالبان بنفسها، وأعتقد أنهم لم يكونوا يفكروا كثيرا على المستوى السياسي قبل ذلك. دكتور فريحات، بختام يعني إجابة سيد روش، تطرق لعدم جهوزية حتى طالبان لأن تتولى الحكم في البلاد بهذه السرعة، وبالتالي يعني هنا سؤال ربطا بما ذكره فيما يتعلق بقلق واشنطن المحصور الآن ومعه فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية فيما يتعلق بوضع النساء ووضع الأقليات، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الحركة يعني عمليا هناك ممارسات تثير القلق أو مبرر أن تثير القلق. هل برأيك ستستدرك حركة طالبان ذلك بسرعة ويعني تنشغل بهذا الموضوع وتقدم مجددا ما يجب أن يكون ضمانات أو يقبلها المجتمع الغربي؟ يعني أنا أتفهم القلق من الممارسات الطالبانية بما يخص المرأة والأقليات والقضايا الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان نتيجة للتجربة التاريخية التي لها في الحكم، ولكن بالحقيقة أصبح لدينا الآن مؤشرات كافية أن طالبان التي نراها اليوم هي على الأقل من ناحية الإدارة السياسية أو إدارة الحكم وليس من خلال الأيديولوجيا أو المنهج، لأننا لم نرى مراجعات فكرية لطالبان حتى الآن بهذه اللحظة لنعرف أنها تغيرت أيديولوجيا، ولكن من ناحية الإدارة السياسية للحكم في أفغانستان هي اختلفت لدرجة كبيرة جدا، يعني وقضايا التعاون مع المرأة وسمحت بالعودة النساء إلى وزارة الصحة وأنه سيشاركوا بالحكم وانفتحوا على الاتجاهات الأخرى في قضية الشراكة السياسية، فهي يعني على الأقل خلينا لنترقب ونرى كيف ستدير الحكم، ولكن يعني نستطيع أن نؤكد أنها ليست مرحلة التسعينيات بناء على ما رأينا من المرحلة السابقة. باعتقادي المسألة هي ليست متعلقة فقط بحقوق الإنسان، وأنا يعني أستغرب من هذا القلق في واشنطن بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة وهو مشروع طبعا كما ذكرت، ولكن يعني هناك أكثر من 70% من الأفغان هم تحت خط الفقر في الوقت الحالي من هذا الموضوع، وهذا كان سبب للناتو، يعني الناتو كان يعني له دورا رئيسيا في حالة الفقر، ليس المسؤول الوحيد، أفغانستان وطالبان هي تتحمل المسؤولية بدرجة مشابهة، ولكن الناتو والغزو والحرب والآن يعني العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة بالتحضير لفرضها على أفغانستان هي الدور، هي لها دور مهم في إفقار أفغانستان أكثر. أنا قلق جدا من حالة يعني الانعدام أو انخفاض مستويات التنمية في أفغانستان، ولكن هذا دكتور فريحات يعني يرتبط أيضا بالاشتراطات الدولية أو الغربية على كيف سيكون شكل الحكم أو شكل الحكومة في أفغانستان كي تصرف الأموال والمساعدات، يعني وتتمكن حكومة طالبان من أن تدير بأموال الغرب أو بأموال مقدرات الدولة الأفغانية هذه يعني الاستعدادات أو الإجراءات التنموية كما ذكرت. سيد حكيمي، شكل الحكومة يتأخر ليس فقط يعني لاعتبارات عدم جهوزية طالبان كما يقول البعض أو المشاورات، يرتبط بمسألة بنشير وأنت تطرقت إليها، ويرتبط أيضا ب يعني على ما يبدو صراع القادة داخل الحركة بينما من يسموا بالمحاربين القدامى وأبناء القادة، وهنا يعني نعود إلى بعض الأسماء التي ذكرت. حقيقة القضية بنشير كما قلت هي تعتبر أن يكون قضية الأكثر حساسية في أفغانستان حاليا، ليس لأن الحسم العسكري صعب جدا في قضية بنشير، فيرى المحللون العسكريون أن قضية حسم بنشير ليست أمر صعب جدا من جانب العسكري، لأن بنشير محاصرة من كل الجوانب ولا توجد هناك طرق لدعم الأرض لبنشير.
كما أن الناس المعسكر الموجود داخل بنشير مقسمة على قسمين، معسكر أحمد مسعود ابن الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود رحمه الله، وكذلك معسكر أمر الله صالح النائب للرئيس الأفغاني الهارب. هذين المعسكرين مقسمين، معسكر أحمد مسعود أكثر شعبية داخل بنشير، والناس والأعيان والعلماء وعامة الناس داخل بنشير لا يريدون حربا لأنهم قد استاءوا من الحرب منذ أكثر من 4 عقود. أما معسكر أمر الله صالح الذي يعتبر أن يكون معسكر في يعني فيه حوله تساؤلات عديدة عن علاقاتهم بالاستخبارات الأجنبية داخل أفغانستان، هذا المعسكر يشدد على الحرب. ولكن سيد حكيمي مسعود كان دعا بكل أريحية، ولكن مسعود سيد حكيمي كان دعا في وقت سابق إلى دعم لجان المقاومة أو ما يسمى بلجان المقاومة التي انضم إليها أمر الله صالح. نعم، كلا الطرفين من طالبان ومن داخل بنشير كلهم يعني يذهبون في خطين موازيين في قضية المفاوضات وأيضا في قضية يعني الإعدادات العسكرية. في طالبان يخنقون الحصار على بنشير يوما بعد يوم ويحكمون الحصار العسكري على بنشير، وفي نفس الوقت يقدمون في قضية المفاوضات. وأنا على علم من مصادر داخل بنشير أن علماء هناك علماء وأعيان من ولاية بنشير ما زالوا يتوسطون بين طالبان وبين نجل أحمد شاه مسعود، وهناك عدة شروط يعني نتكلم عنها بين طالبان وبين نجل أحمد مسعود. لكن اسمحي لي أن أعلق سريعا على قضية الحقوق وما يتعلق بحقوق الإنسان وشروط ومتطلبات الغربية. فأنا لا أرى أن أي قضية من مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة وهذه المرأة ستهم الغرب بوجود متطلبات حقيقية على الأرض، مثل عدم ضمانة عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أمنهم القومي. فهناك نرى ونشاهد أن عدة دول توجد في العالم لا تحترم هذه الحقوق وهذه الحريات أصلا لا توجد فيها، لكن هي دول الأقرب إلى أمريكا وإلى أوروبا ومن أقرب الحلفاء عندهم وأحباب الحباب عندهم. حتى في قضية التعامل مع يعني العلاقات طالبان مع القاعدة، أنا أرى أن القاعدة ليس لها وجود حاليا في أفغانستان، لأن القاعدة وجدت لها يعني أماكن أخرى مثل اليمن وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية، فنقلوا إلى هناك في فترة ما يسمى بالربيع العربي. أما بالنسبة للتعامل مع المنظمات الإرهابية والولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، أرى أنها مرتاحة في بعض الأحيان في التعامل وحتى التعاون مع المنظمات الإرهابية إذا صح التعبير، فنرى أنهم بكل أريحية يعاونون PKK و PYD التي هي على قوائم. تمام، ولكن يعني موضوع تنظيم الدولة أو ذيول القاعدة إذا دعت مصالح. نعم سيد حكيمي، وصلنا إلى الختام، ولكن فقط يعني موضوع القاعدة أو تنظيم الدولة في أفغانستان هو ليس فقط قلقا أمريكيا، روسيا والكثير من الدول المجاورة تشارك واشنطن هذا القلق. بكل أحوال أشكرك وأشكر ضيوفي، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لك سيد حمزة حكيمي من كابول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سلام في كابول، ومن واشنطن أشكر سيد ديفيد ديروش أستاذ الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الوطنية الأمريكية، ومن الدوحة أشكر دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.